بص بقى، غير انا ما تخاش فين غادي يا صاحبي؟ بقى معنا شويه، بقى معنا. اليوم راه غادي نهدروا بزاف ديال التهبيط والابتزاز، راه ما يمكنش نهبطوك وانت ما حاضرش معنا. بقى معنا، الله يرضي عليك ابو صبع، بقى معنا حتى لاخر الفيديو. ما تنساش لايك وبارطاج وتعليق. المقاس الذهبي يقصف ولا يبالي، اما كاين غير الضرب، افين ما مشاو الجرار وهادو كياكلوا العصا، ودخل معاهم حتى الاوروبيين. راه ما ساهلاش تجيب اوروبي وتحطو حداك وتقدر في الاوروبيين، راه خاصك تكون سميتك المملكه المغربيه، ومغرب اليوم ماشي هو مغرب الامس. الاتحاد الاوروبي بغى يدير عمليه الابتزاز ديال التسعينات وديال 2000، ما فراسوش بان راه مغرب اليوم ليس هو مغرب الامس. سيد ناصر بوريطه، المقاس الذهبي يفضح الجزائر ويفضح المحكمه ديال العدل الاوروبيه. الصفعات تتوالى، اما كاين غير التحبيط والابتزاز. داكشي اللي ما خلاش ليهم السيد عمر هلال في مجلس الامن، كملوا اليوم ناصر بوريطه اليوم. سلام الله عليكم، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده مع حاتم المراد. اليوم حلقه غادي نعلقوا فيها، وصراحه انا حشمت فاش درت هذا الفيديو هذا، للتحبيط اللي دار لهم السيد ناصر بوريطه اليوم امام مسؤول اوروبي. ولكن فرصه زوينه هذه للضروره احكام. نهار ما تيكون والو، ما تيكونش شي موضوع مهم، راه كنغبروا. نهار كتكون المملكه المغربيه كتجلد في بوصبع، خاص ضروري نديرو حتى حنا المهمه ديالنا. المهم هي حتى الحكومه ديال جزر الكناري حتى هي كتعترف بالحكم الذاتي ومغربيه الصحراء. يلا بوصبع بين لينا شنو غادي دير دابا. راه قلنا لكم النيه ديالكم مسخه الوالدين نيه عوجه، كتضرب وكترجع فيكم نتوما. تتبغيو تسيئوا دائما المملكه المغربيه كتجيبوها في راسكم مسخه الوالدين. انا كون كنت منكم احسن خطه غنديرها هي لن اتحرك، لن اتكلم، لن اتدخل في اي شان في المغرب، وغنبعد على المشاكل. ما حدكم نتوما داخلين مع المخزن، اما كاين غا الصفاعات وما كاين غا الترفيق وما كاين غا الفضح والتشويه والتحبيط والابتزاز. راه المغاربه ما تيجيوش غير هكا كيقولوا الله يعز المخزن، راه عارفين علاش. ولكن الجرار واق مازال ما يفهموش، حتى دوز واحد 100 عام عاد يفهموا شكون هو المخزن. سور لا كور دو جوستيس دو لونيون اوروبيان، كان غادي نجاوب عليها بالعربيه. اولا احنا ما كان بحال اللي كان في البلاغ وزاره الخارجيه، ما عمرنا نعلقوا على المضمون لانه لا يهمنا لاننا لسنا طرف. وكاين عنصرين، ما يهم قضيه الصحراء المغربيه وما يهم العلاقات التجاريه مع الاتحاد الاوروبي. ما كيهم قضيه الصحراء المغربيه، ما خرج في لوكسمبورغ ليس حدث، سيت ان ايفينمون. علاش؟ اولا لان قضيه الصحراء عندها المجال في كتناقش اللي هي مجلس الامن والامم المتحده، ما كتناقش في مجال اخر. اون بو با ايزوربي لا كومبيتونس des organes des Nations Unies. قضية الصحراء عندها المجال ديالها الوحيد اللي هو مجلس الأمن. وبالتالي ماشي مسألة ديال المحكمة الإقليمية ولا ديال القاضي وهذا. ودايوغ كنحل واحد القوس باش كنقول غريب، أن القضاة اللي حكموا نهار 4 وسالات الموندا ديالهم نهار 6. على الأقل 6 فيهم مشاو. وهذه يعني تسائل. بما فيهم كنظن رئيس المحكمة بنفسه سالات المهمة ديالو يوم 6 في الوقت اللي صدر الحكم نهار 4. من حيث الاختصاص واضح عند من قضيه الصحراء. من حيث الديناميه واضحه، هي الديناميه اللي طلق جلاله الملك، اللي هي ديناميه لدعم سياده المغرب ودعم للوحده الترابيه للمملكه المغربيه ولمبادره الحكم الذاتي. هادشي اللي كاين اليوم. كاين 19 دوله الاتحاد الاوروبي اللي عبرات على دعمها لهذا الموقف، ودول مهمه سواء لارتباطها بالمنطقه بحال اسبانيا وفرنسا، ودول اللي عندها وزن في الاتحاد الاوروبي بحال المانيا، بحال هولندا، بحال بلجيكا، لوكسمبورغ، هنغاريا، تشيك، النمسا، ويمكن نعدهم كاملين، ومازال دول اخرى اللي كتاكدوا كذلك تواجد قنصليات، اللي كتوجدوا كذلك دعم لسياده المغرب من قبل دول عظمى، من قبل دول دائمه العضويه في مجلس الامن. وبالتالي هذا الشيء اللي خرج في لوكسمبورغ لا ليس حدث ولا تاثير له على قضيه الصحراء نهائيا. من حيث الاختصاص بحال اللي قلت، ولا من حيث الديناميه، ولا من حيث المعرفه بالملف. ما بان هو ان الملف اللي كيعرفوا له راهم خداو مواقف، سواء اللي كيعرفوا المنطقه، اللي كيعرفوا تاريخ الملف، ولا اللي كيعرفوا، ولا اللي مهتمين بالملف باعتبارهم اعضاء دائمين في مجلس الامن. اللي كيحكم نهار 4 وكيمشي نهار 6، الحكم يعني المعرفه ديالو بانت بانها سطحيه، ولهذا التاثير هو تاثير يعني غير موجود نهائيا. النقطه سونس امباكت سور لو دوسيي، سونس امباكت سور سا ديناميك. النقطه الثالثه دائما في اطار قضيه الصحراء المغربيه، هي ان بان بان التوجه اليوم داخل الاتحاد الاوروبي توجه على المستوى الدولي واخد الطريقه ديالو. لهذا ما صدر من هاد المحكمه ما لقى اي تجاوب، لا في نيويورك اللي فيها الملف، لا عند الامين العام، لا عند مجلس الامن، ولا عند اي طرف. وبالتالي فبحال اللي كنقولوا حنا هي ان كو دي بي دون لو.
ما عنده تأثير، ما عنده حتى شي اثر على الملف اللي غيستمر في الطريق ديالو بفضل هذه الديناميه اللي عطى جلاله الملك. على مستوى العلاقات ما بين المغرب والاتحاد الاوروبي كذلك بان هذا القرار هو معزول. شفنا رد الفعل ديال رئيسه اللجنه الاوروبيه، شفنا رد الفعل ديال بوريل، شفنا كذلك رد الفعل ديال الدول اللي كانت واضحه في الموقف ديالها وتمسكها بالشراكه مع المغرب، وشفنا كذلك حتى البارح البرلمان الاوروبي كيفاش تعامل مع واحد المحاوله اللي طرح هذه القضيه على البرلمان الاوروبي كيفاش انها الاغلبيه رفضتها. فهذا هو الواقع، هو واحد التوجه معزول حتى داخل الاتحاد الاوروبي، توجه اللي المغرب غيتعامل معاه من جوج المنطلقات. المغرب بحال اللي قال البلاغ ديال وزاره الخارجيه لن ينخرط ابدا في شراكه كتمس السياده الترابيه والوحده الوطنيه ديالو نهائيا. والمغرب كيعتبر بان هذا القرار كيهم الاوروبيين بالدرجه الاولى، هما اللي خصهم يلقاو الحل. المغرب غير معني، الدول الاوروبيه اللي عبرات على هذا التمسك بالشراكه هي اللي خصها تبين كيفاش غتمسك بهذه الشراكه وكيفاش غتلقى الحلول لهذه المساله، لان المغرب توابيته وخطوطه الحمراء واضحه وما كيتناقش فيها. وهو صراحه المقاس الذهبي راه تيقصف الاتحاد الاوروبي كامل. قال لهم ما حدث لا حدث، لا يهمنا المضمون، لا يهمنا لاننا لسنا طرف. يعني ديروا الابتزاز، اجريوا طوالكم، ديروا اللي بغيتوا، خذوا الاموال من عند الجزائر، نحن لسنا طرف في هذا الموضوع. بغيتوا تصيدوا مرحبا، ما بغيتوش تصيدوا الله يعاونكم والله يسهل عليكم. احنا اصلا هذيك الجدريه اللي كتعطيونا على داك الصيد البحري وباغين من الفوق ديروا لنا الابتزاز بالقضيه الوطنيه ديالنا، احنا ما عندنا ما نديروا به، الله يعاونكم، نحن لسنا طرف. عجبني فيهم السيد ناصر بوريطة، وباش عجبني اكثر هو حط اوروبي حداه، يعني منكم واليكم. كان ممكن انه يدير بلاغ بحال صراحه لا مجال للمقارنه، ولكن ضروري نقارنوا باش نهبطوا والديهم. صراحه لا مجال للمقارنه بين ناصر بوريطة وهذاك عطيطيف. عطيطيف نهار هذيك الازمه مع فرنسا خرج بوحده وجاب سخوفيين جزائريين وبقى تيتفتف عليهم تمايا مرعود، واخا هو بوحده ما حاطش حدا شي اوروبي وتيقصف في الاوروبيين، ولا حاط حدا شي فرنسي وتيقصف في الفرنسيين، لا غاب بوحدو عطيطيف و تيتفتف. شوفوا الكاريزما، شوفوا قال ليه لا حدث لا حدث. عجبني السيد ناصر بوريطة صراحه خطير، يقصف ولا يبالي. وراه خصنا ننتبهوا لواحد الامر، هذاك اللي واقف حداه هو رئيس حكومه جزر الكناري. جزر الكناري كانت معروفه دائما بالعداء ديالها للمغرب، لان عندها مشكل معنا في ترسيم الحدود البحريه، عندها مشكل معنا في الهجره، وعندها مشكل معنا في الصيد البحري وبزاف ديال الامور. فجزر الكناري كانت في الوقت طويل ملاذ ديال البوليزاريو، بزاف شخصيات كبيره من البوليزاريو كانوا كيستقروا في جزر الكناري وكانوا تيديروا نشاطات كبيره في جزر الكناري اكثر من مدريد او اكثر من شمال اسبانيا. يعني باش تجيبوا وتوقفوا تما وتتكلم من بعد على ترسيم الحدود وبانكم غديروا الليجان، يعني داكشي اللي كانت كتقول جزر الكناري في الاول كانت رافضه انها تجلس مع المغرب في المفاوضات وبزاف الامور. الاخوان المغاربه اللي ما فاهمينش هذه القضيه، كيفاش بيدرو سانشيز هو الرئيس وهنا كنتكلموا على رئيس؟ اسبانيا عباره عن مجموعه من دول، اي كيف ما كتسمع، واخا هي مملكه اسبانيا، ولكن راه كل جهه عندها البرلمان ديالها، عندها السلطه ديالها، عندها الرئيس ديالها، عندها الحكومه ديالها. جزر الكناري واخا هي تابعه لاسبانيا فهي عندها حكومه مستقله وهذا هو الرئيس ديالها. المهم ما عقلتش مزيان واش هو الرئيس ولا شي مسؤول، المهم غيكون تابع للحكومه ديال جزر الكناري. باش تجيبو هو كان كيف ما غنقولوا هو كان من اعداء الامس، وتوقفوا تما والضرب في الاوروبيين وفي المحكمه الاوروبيه ما سهلاش، اسمح لي ما سهلاش، الله ما سهل. ومن الفوق عاود ليهم الترابي، قال ليهم المحكمه الاوروبيه او محكمه العدل، قال لهم انتحلت الصفه ديال مجلس الامن، انتحلت الصفه ديال المؤسسات هما اللي كيتدخلوا في هذا الملف ديال الصحراء الغربيه المغربيه اللي معروفه عندنا بالصخره الغربيه اللي كاينه في صباط الجزائر. فاسمحوا لي راه ما يمكنش تكون وزير ديال دوله عادي، وزير خارجيه عادي، وتقدر تقول هذا الكلام هذا وامام الاوروبيين، راه خاص تكون سميتك المملكه المغربيه. اما الزريبه ديال الجزائر واللي جا كيعفط عليها، اما الفضيحه الكبيره ديال القضاه تحكموا نهار 4 وشدوا تقاعد نهار 6، يعني كانوا خارجين عارفين راسهم كانوا خارجين غاديين، سخنوا جيبهم بشي مليون دولار لواحد، وهادي مفضوحه وزراره. وقلنا لكم اي حاجه غديروها غتجيب نتائج عكسيه. شفنا في حلقه اليوم اللي درنا في الصباح كيفاش البرلمان الاوروبي عطاكم الراس، دابا هو السيد ناصر بوريطة كيف ضحكم امام الملا. كيف يعقل هاد القوضات هادو ما تفكروا هاد الصخره الغربيه اللي كاينه في صباط الجزائر؟ حتى بقات اليوم يومين على التقاعد ديالهم ويخرجوا من المحكمه الاوروبيه، صافي قالوا نضمنوا مستقبلنا، خارجين خارجين، راهو ناخذوا فلوس بوصبع.
في الأسبوع صباح اللي كنذكركم شوفوا معايا التصويرة هذه ديال الجيش، شوفوا معايا عاوتاني ديك النهار شنا القوات الخاصة أو المخصوصة، دابا شوفوا الجيش المخصوص عنيبات خامجين هذيك اللي حدنا على بالله ما عرفت شناهي، واش الدجاج ديال البرازيل أو ما تبقى من الدجاج ديال البرازيل، وما فهمتش المعلقة ما فهمناش الوزن ديالها تمايا ما محلها من الإعراب، واش المعلقة شنو هي كلوبيا اللوبيا كاين غير بلول تمايا واحد ربعة الحبات وقيل ولاد العائلة دوك ربعة الحبات معرفة قديمة ما بغاوش يتفارقوا، شنو غياكل هاد الجندي هذا هذيك الكاميرا العمر ديالها شي شهرين ولا سيمانة ونص والضرب بها هذيك شي واحد تفلقوا، والقوة الهاربة فلوسكم كيمشيو على القضاة ديال المحاكم الأوروبية وانتم ما واكلين حتى الخبز، والقاضي ضرب مع راسو في ليسات ومشى، أنا البارح سمعت هاد الأنباء ديال القضاة راه غادي يخرجوا وبقات لهم غير يومين وراه خداو الفلوس من هاد الجزائر، ولكن اليوم أكد لنا الخبر سيد ناصر بورير اليوم أتأكدنا 100% بأن القضية فيها الفلوس، هي معروفة بلا ما نتأكدوا ولكن اليوم عندنا الدليل، وزير خارجية دولة المغرب كيقول أمام الملا ومباشرة وأمام الأوروبيين تيقول لهم نتوما كديروا الخواط نتوما كديروا الفساد نتوما كديروا الرشوة نتوما القضاء ديال المحاكم ديالكم كياخذوا الرشوة، ويلي واش هاد الصخرة الغربية اللي كاينة في صباط الجزائر ما تفكروا هاد ربعة القوضات ولا ستة القوضات حتى بقات لهم يومين في الخدمة ديالهم ومفروطة بوصبع وبوصبع والثمن زي ما بغيتي تعيق وفلوس كيتمتعوا بها الأوروبيين كيتمتع بها ابن بطوش والناس ديال بوليزاريو كيتمتعوا بها المجلجين اللي كاينين في أوروبا اللي كيضربوا في بلادهم كلشي كيتمتع فلوس كي الجزائري إلا أنت، وحتى رئيس المحكمة تا هو مشى وداروا مفروطة وباينة غيكونوا دابا في جزر المالديف ولا في إندونيسيا ولا في شي قنت بعيد صافي غيهربوا من المحاسبة الأوروبية، داروا قرار الجزائر فرحات به خداو الفلوس مشاو فحال، وماشي بعيد هاد الست القضاة والرئيس ديال المحكمة الأوروبية تلقاهم راه في الجزائر العاصمة واقفين على شنقريحة يقول له خلصنا تعطينا رزقنا خلصنا درنا لك القرار ماشي غير هكاك مجانا تعطينا فلوسنا ولا نرجعوا نعترفوا بمغربية الصحراء، ماذا فعلت يا بوصبع الجزائري في حياتك حتى يستمتع الآخر بأموالك وبرزقك؟ وصراحة راه هادشي علاش أنا أحب أنا أعشق عبد المجيد كدوم تنحماق عليه، لا هو لا بوتفليقة لا النظام العسكري كيخدم المصالح المغربية بواحد الطريقة جنوني، ما تصورناش هاد الدعم الكبير ديال الأوروبيين يخرج في هاد الوقت هذا وما تصورناش أنه بسبب الجزائر والرشوة ديالها اللي عطاتها لهاد القضاة صدقنا كنضربوا في الأوروبيين وكنفضحوهم وصدقنا تنضغطوا، دابا راه الدبلوماسية المغربية دابا راه كتضغط على الاتحاد الأوروبي باش تخرج منه اعتراف شمولي، ما كاينش داكشي ديال دوله بدوله، صافي الجزائر عطاتنا ورقه رابحه كيف ما دارت لينا مع اسبانيا، اسبانيا فين عمرنا كاع حلمنا انها تغير الموقف ديالها بخصوص الصحراء المغربي بسبب الغباء ديال الجراروه والغباء ديال ابن بطوش وكيفاش هربوا، شوف حنا دابا فين ولينا وشوف فين وصلنا مع جزر الكناري وشوف فين وصلنا ولينا حنا كنعطيو الدروس للاوروبيين وحتى شكون حنا، ولكن نصر بوريطة صدق حتى هو مهبط كبير عنده نويطات صراحه الاساتذه دكاتره في التغيير لا لا اقارن نفسي معهم، قال لي اما اللي تيحكم نهار 4 وتيخرج نهار 6 واعري هذا اللي كيحكم نهار 4 وتيخرج نهار 6 بوصبع الغابي خاطر بالسمعه ديال بلادو والو غير خاصهم غير يتلصقوا في شي حاجه ولو عارفين بان هذه القضيه ديال القوضات اللي غيحكموا نهار 4 غيخرجوا نهار 6 راه مفضوحه واخا ما يشوفوهمش عطاهم الرشوه راه باينه واضحه مفضوحه، ولكن خاطروا علاش غير هذاك الخبر يتنشوا به غير واحد يومين 24 ساعه ساعه هدمنا اليوم كاع الاحلام ديالهم وكاع الافراح ديالهم بساعات قليله والو مسخت الوالدين الفرحه ديالهم ما كتستمرش المخزن عطيهم لاطاك، وكاين اللي تيقول لك لا راه المخزن لا يرد على الجزائر، علاش غادي يرد عليها المخزن تيرد على الاتحاد الاوروبي المخزن كيتكلم على المحكمه الاوروبيه وشفتوا كيفاش خرج بسرعه كيتكلم المغرب على المحكمه الاوروبيه في نفس النهار في البلاصه في ساعات قليله من بعد خرج بالبالا، ها هو الوزير ديال الخارجيه كيتكلم حنا كنردوا على الناس اللي كاينين في الكون اما اللي حدث والناس اللي ما كاينينش اللي قناه بوحده ديال اليوتيوب مطيحه دوله على قدها هذوك الدول ما تجاوش معهم المغرب ولا ما تجاو وعيات الجزائر ما تنبح غاب باش يعطيها المغرب الشرف ديال انه يرد عليها ما تيردش عليها، ولكن مع الاوروبيين الامريكانيين الدول العظمى المغرب تيرد تعجبني ماشي ولا تيرد ولا تعاود تراب الاتحاد الاوروبي، شكون اللي قال فينا شي نهار المغرب غادي يعطي الدروس للاتحاد الاوروبي والمحكمه الاوروبيه ويفضحوا، دابا هما اللي كانوا كيضغطوا علينا وكانوا كيضغطوا اعلاميا على فساد مثلا المحاكم المغربيه
دابا ولينا حنا كنضغطوا على الاوروبيين وعلى الفساد ديال المحاكم الاوروبيه ديالهم. وهو السيد نصر بوريطة اكد الحلقه اللي درنا في الصباح على انه البرلمان الاوروبي رفض الادراج النقطه ديال هذه المحكمه الاوروبيه. يعني المغرب نجح اللي هو خارج اوروبا نجح انه يعزل مؤسسه كبيره في الاتحاد الاوروبي اللي سميتها محكمه العدل الاوروبي. وتشكون حنا اخوتي العزيز، تشكون حنا؟ قولوا لينا حنا شكون حنا. واحسن حاجه قالها، قال بان المغرب لن ينخرط في اي شراكه اقتصاديه مع ناس ما كيعترفوش بمغربيه الصحراء ديال. وهنا الكلام واضح وباين، هذه الاتفاقيه ديال الصيد وهذه الاتفاقيه الفلاحيه اللي صدعتوا لينا راسنا بها واللي كتبغي دير لينا بها الابتزاز، ديروهم في كاس الماء وشربوهم. الزمن ديال الابتزازات مشى. وهذا الشيء كامل اخوتي العزيز راه خاصكم تعرفوا منين جا، كيفاش جا، والطريقه اللي جا بها. هاد قوه المغرب اللي ولينا كنشوفوها مؤخرا واللي ولا تضغط بها على الاتحاد الاوروبي وعلى دول اوروبيه كبيره وتربحهم في الازمات اللي كيدخل معاهم، راه جات بالاعتراف الامريكي. الاعتراف الامريكي اللي بزاف ديال المجلجين بخصوا منه وقال لك ما عندنا ما نديرو به وشنو فاتنا. هذاك الاعتراف الامريكي راه كيتسمى اعتراف ديال الدوله الاميره والناهيه في العالم. يعني منين كتاخذ هذيك الورقه وكتحطها في ظهرك راه كتضرب وما كتخممش. ورا المغرب دابا تيضرب في الاتحاد الاوروبي في دول وازنه وحتى في المؤسسات الاوروبيه. الاوروبيين بالطبع ديالهم ما تيرضاوش، فانا ما قدرتش نستوعب كيفاش انهم خرجوا تيضربوا في المؤسسات ديالهم غير باش ما يقلقوش المغرب. وباش عجبني اكثر قال لهم المغرب غير معني، لا حدث، ما مسوقينش حنا لهادشي. والدول اللي خرجات وتمسكات بالشراكه مع المغرب هي دير خدمتها. ودير خطيره هاد القضيه هادي، هذه راه خطيره جدا. هذه الجمله هذه راه خطيره جدا. يعني نتوما حنا ما بغيناش غير الاقوال، بغينا الافعال. متمسكين بالشراكه مع المغرب، بغيتو تفاهموا مع المغرب، بغيتو تمشيو مزيان مع المغرب، مرحبا، ولكن شغلكم هذاك. سيروا نتوما حلوا هذيك المحكمه الاوروبيه، رفعوا شي دعوه على دوك القضاه بالفساد وبالرشوه، خرجوا راسكم، سلكوا راسكم. المهم انا غير منخرط في اي اتفاقيه اقتصاديه مع هاد الناس. وصراحه وبرد لي غدايدي السيد نصر بوريطة المقاس الذهبي اقطع عليهم اللسان ديالو. الجراروه الله لا يخلف عليكم، حنا كنفرحوا ملي كنشوفوا الاموال ديالكم كتمشي هباء منثورا، كتخويو الماء في الرمله. ما تخوي من الماء في الرمله، كلشي غيتشرب. ومعمر باباك غتحلم بالاطلسي، او كيف ما قال السي الغوتي اللي كنحيو من هذا المنبر، اعمر باباك ما تحلم بالاطلنطيك. تيك 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 تيك. نكتفي بهذا القصف، وكان معكم حاتم المرابط. السلام عليكم.